وللحديث عن الاتهامات للأحزاب السياسية بمحاولة تلميع صورة رئيس الحكومة الحالي محمد الشاعر السوداني وسط الرفض الشعبي لهم، معنا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، بداية مرحبا بك. السوداني يسعى بحسب التقارير إلى استرضاء الشارع العراقي بأنه سوف يقوم بتوفير وظائف للعاطلين عن العمل، يا ترى هل فعلا هو يستطيع ذلك؟ وبناء على هذه الاستطاعة تحدث بهذا الكلام؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا المشاهدين الكرام. عملية استمالة الشارع أو إقناع الرأي العام بسلامة الموقف وسلامة الاتجاه العام للدولة والحكومة هذا أمر منطقي بشكل عام، سواء كان يقوم به محمد الشياع السوداني أو غيره. ولكن المشكلة تكمن إلى أي مدى يمكن لهذا الرأي أو هذا الأمر أو هذا التوجه أن يتحقق، أي إلى أي مدى فعلا يتم عملية إرضاء الشارع وإقناع الشارع بأمور حقيقة هي تؤثر إيجابيا في الحياة العامة العراقيين. أعتقد أن ما زال هناك بون شاسع ما بين الوعود وما بين إمكانية تحقيق هذه الوعود، وبالتالي عملية تلميع الصورة أمام الرأي العام. دكتور قحطان، على أي أساس بنى الإطار التنسيقي اختياره للسوداني وهناك حديث عن رفضه الانتخابات مبكرة؟ حقيقة الأمر أن الإطار أساسا هو ليس من المعني بانتخابات مبكرة، لأنه أكثر الجهات تخشى من الانتخابات القادمة. لماذا؟ لأن كذلك الأطراف التي التأمت العملية السياسية باسم ثوار تشرين، هذه المجموعات أكثر الجهات تخشى الانتخابات القادمة لأنها تخشى على مستقبلها، باعتبار أن الخلل كبير وما وعدت به لم تحقق أو بالتالي لم يكن تنجح. ولكن عملية التراجع في اتهام السوداني بتراجع هو ليس حقيقة الاتهام بقدر ما هي عملية إثارة أمور ونقاط حتى يهتم بها الشارع أكثر من سواها، لأن الشارع حقيقة الأمر هو معني رقم واحد أو محتاج رقم واحد إلى تعديل أمور حياتية آنية، ثم إلى حد معين الانتخابات يحتاجها، يطالب بها المتظاهرون، الثوار الواعين من الشعب العراقي، ولكن عموم الناس تطالب بأبجديات الحياة اليومية، هذه هو عاجز عن تحقيقها. فكيف يذهب باتجاه انتخابات؟ أعتقد أنها هي حقا لن تكون انتخابات قريبة والموعد الذي ضرب في الخيال. هناك مشكلة كبيرة في العراق، وهذه المشكلة مستعصية ومزمنة وعلى مدى سنين طويلة، هي مشكلة السلاح المنفلت ومشكلة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة. عندما يقوم أو يصدر أو يتحدث السوداني عن إمكانية توظيف العاطلين عن العمل، كيف ينطلق من أرض هي يعني غير صالحة للاستقرار، لا للاقتصادي ولا الاستقرار الاجتماعي؟ حقيقة الاستقرار الاجتماعي أو الاستقرار السياسي أو واجب الدولة بشكل عام هي تأمين الحياة الرغيدة، العيش السليم للمواطن، وطريقة تأمين ذلك عن طريق الخدمات من جهة، وعن طريق توفير فرص العمل. توفير فرص العمل ليس بالضرورة أن تكون حصرا تعيينات، ولا الآن في دلالات الدول المتقدمة كلما كان عدد موظفينها أقل وهناك الآلية في الموظفين أفضل بكثير من عدد الموظفين الكثيرين. فما بال نحن العراق الآن يقدر الموظفين العراقيين يتجاوز 5 مليون موظف، وبالتالي الوارد من الأموال العراقية من النفط وغيره سيذهب كله للتشغيل، وبالتالي أين التخطيط؟ ولكن المشكلة الكبرى تكمن أن الدولة عاجزة على تأمين فرص عمل للمواطن، سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام بما يخدم الدولة، وهنا هي مشكلة كبرى. سيكون هناك بون شاسع ما بين الوعود في التعيينات وبين حجم الأموال المتيسرة لذلك، وبين حقيقة أن يكون ذلك هو بالاتجاه الصحيح لإنماء الاقتصاد العراقي. أنا أعتقد كل هذا لا يذهب باتجاه إنماء الاقتصاد العراقي. ماذا عن السلاح المنفلت؟ هل يستطيع السوداني مواجهة هذه المشكلة الكبيرة؟ السلاح المنفلت مشكلة مستعصية كبيرة جدا على الجهات المعنية في الحكومة العراقية وحتى الأطراف الأخرى الخارجية، ولا أعتقد لا سوداني ولا غير سوداني
قادر على أن ينهي وجود السلاح المنفرد. لعل الذي سبقه كاظمي رأينا ماذا فعل السلاح المنفرد عندما يدخل إلى منطقة الغبراء ويخرج موقوفين مطلوبين العدالة من بيت رئيس الوزراء. فحقيقة الأمر وكان سمعنا كيف قاموا بعملية قص إذن رئيس الوزراء السابق ولو صوريا. إذن نحن أمام حالة تقول إن السلاح المنفرد هو حتى أقوى من الدولة، ثم أنه أساسا أداة لطرف دولي فعال في المنطقة وهي إيران، وبالتالي أعتقد هذه مشكلة كبرى لا يقوى عليها فلاح الأخ السوداني، رغم إن كان هناك له نية حقيقة في أن يتجاوز هذا الحال. مع الإبقاء دكتور على نفس السياسات تجاه الشعب، نفس السياسات يعني وعود وإلى آخره، هل هناك ضامن للسوداني من أن تنفجر الأوضاع الشعبية في العراق كما حصل عام 2019؟ نعتقد ذلك لأن الدلالات تشير إلى أن أولاً ما زال الرأي الخارجي مسيطر على الأمور الداخلية بالشعب العراقي. اثنين، الأحزاب السياسية الطائفية ما زالت تفضل أنانيتها على الاتجاه الوطني. ثلاثة، السلاح المنفلت. والأربعة والأهم، أن المواطن العراقي لم يتلمس حقيقة شيء إيجابي من هذه الحكومة، ولا بمقدور الحكومة أن تقدم شيء إيجابي. عليها توقع أن الأمور ستذهب للاتجاه الأصعب، وبالتالي فعلا قد نرى أكثر حراك شعبي مما سبق من النماذج السابقة للحراك الشعبي. وأعتقد أن هذه فعلا هي الفرصة الأخيرة لهذه القوى السياسية التي سوف تؤذى فيها عندما تشعر أنها فعلا مقصرة وقادرة على تقديم شيء. إذن نعم، أؤيد هذه الفكرة، الأيام القادمة قد تكون حبلى بأحداث انفجارية كبيرة شعبية قد تؤتي على الحكومة كلها. من بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.